أنا الأستاذة آية القاضي مراسلة الحياة اليوم من مصر الجديدة. آية صباح الخير. صباح الخير وصباح الخير على كل المشاهدين، وحديثكم الآن من مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة من مصر الجديدة محافظة القاهرة. والجدير بالذكر أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه قام بالانتخاب والإدلاء بأصواتهم منذ قليل، والأنجال من المدني قاموا بالإدلاء بأصواتهم أيضا. ومن المفترض أيضا أن يقوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس الوزراء بالإدلاء بأصواتهم في هذه المدرسة. أما عن التأمين فهناك تأمين مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة، تأمين مكثف إلى أن السكان القائمين بالعمارات المحيطة للمدرسة يقوموا بالتفتيش عن هوياتهم والتأكد. تمام، بنحاول مرة تانية الاتصال بزميلتي آية القاضي. بشكرك شكرا جزيلا.